سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معكم لونسيون للشعر، للشعر لامع وطويل. مكونين نتاع ربع كتلة، المكونات اللي نحتاجو هنا الجزر، كما قلت لكم تاخذوا كمية الجزر على حساب طروش كثرة الشعر تاعكم، تغسلوها تنقيوها تسكرفجوها وتعصروها تحصلوا على هذا العصير تاع الجزر، هذا الماء تاع الجزر. المكونات اللي نحتاجوها، انا هنا حندير زيت الصبار، وعندي هنا زيت جوز الهند كما راكم تلاحظوا. انا هنا خذيت جوز الهند هاني ذوبته كما راكم تلاحظوا هنا، نضيف زيت الصبار نمزج المكونات كامل مع بعض. جيدا، بعد ما نمزج المكونات كامل مع بعض نديرهم في قارورة بهذا الشكل. ونرشوها على الشعر كامل من الفروة تاع الرأس حتى الأطراف، ونتركوها مدة ساعة إلى ساعة ونصف، وبعد ذلك نشطف الشعر تاني عادي. يكرر هذا الروتين للشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. أتمنى يعجبكم اللونسيون هذا وتجربوه وتعطوني آراءكم عليه، بالحقيقة هو لونسيون جدا رائع. إلى الملتقى إن شاء الله.